هارلك المغرب 4-4-2 بركلات الترجيح. المنتخب الجزائري يحرز اللقب بركلات الترجيح. مبروك 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 للجزائر. حظا اوفر المنتخب المغربي، ما له داعي ما يحدث الان في ارضيه الملعب، ما له داعي ابدا من احتكاك، ما له داعي ابدا. المباراه انتهت بركلات الترجيح، لكن ما يحدث الان نرفضه تماما كعرب. عموما المنتخب الجزائري يحرز اللقب.